السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فيه أدوات كتير جدا للذكاء الاصطناعي، يعني بس إن أنت تقف هنا هتلاقي حاجات خاصة بالباك جراوند، بالأفاتار، بالريبليس، بالسكتش أي، بأي أي فيديو فلتر، حاجات كتير أوي. طيب عايزين نجرب فكرة تحويل الصور، فهاجي أكتب هنا البرومت وأقول له جنريت، فبيبدأ يقول لي اختار الستايل اللي أنت عايزه. تمام، وليكن مثلا اختار دوت واقول له كرييت، يبدا يعمل لنا الصور. فعمل لنا صور بالشكل دوت، تقدر ان انت تكبرها وتشوف الصور، تقدر تعمل لها داونلود. تمام، تقدر ان انت تعمل مؤثرات عليها او تعمل لها ايديت او حتى تعمل لها انيميشن. والريموف باك جراوند ده بفلوس والريموف بفلوس، ماشي. فتقدر هنا تقول له انا عايز مثلا بولر مثلا على اجزاء معينه، او عايز اغير الكالر او اللايف فلتر. كل المؤثرات دي تقدر انت تجربها اونلاين زي كده مثلا او كده. العلاج التاج ده يعني محتاجه ان انت تدفع فلوس، فخلينا نعمل ايه التجربه كده خفيف خفيف، ماشي. ممكن تقول له انا عايز انيميشن، فيبدا يجيب لك بعض المؤثرات، مؤثرات بسيطة بس بتحس الناس كأن في حركة زي فيد مثلا أو زوم أوت. وممكن يكون في صورة كبيرة وفي جزء، فالجزء ده هو اللي اتحرك، يعني المنظر ده كله ثابت، لكن اللي هيتحرك جزء مثلا يكون في شخص معين أو حاجة زي كده، فيدي تأثير إن كان في حركة. طبعا في باك جراوند، في درو، في إليمنت، في كل الحاجات اللي أنت ممكن إيه تحتاجها لتحسين الصور. طيب تعالوا نشوف الحاجات اللي موجودة على الموقع. عندنا هنا مثلا حاجات خاصة بالسوشيال ميديا، ان هو بيديك مقاس مميز يناسب البوستات، يناسب البروفايل، الستوري، كل الكلام دوت. تمام، ففي عندنا مقاسات كتيرة مختلفة، وممكن تلاقي تمبليت جاهز تروح بس عليه الحاجة. عندنا ماركتينج، مقاسات مختلفة اهوت، في بيرسونال، وهو الحاجات دي كلها. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نعمل كرييت، فلو رفعت اي صورة تقدر ان انت تعدل عليها. الايديت اي اي انهانس، تقدر ان انت ترفع صورة الجودة بتاعتها قليلة ويبدأ ان هو يتعامل معاها. او عندنا حاجات خاصة بالفيديو، حتى ممكن يبقى عندك مثلا فيديو فتحط له صوت، تحط له تكست، تعمل له كروب فيو، تعمل ريسايز للفيديو، تحط له سبتايتل. تعال نشوف التايتل، بحيث ان الكلام اللي يتقال يبقى فيه كلمة سواء نفس اللغة او لغة مختلفة. دي من ده يعني بالشكل دوت. الميزة ان هو اونلاين وغير مسطر اي برامج خالص. وفي برضه خاصية ان انت ممكن ترفع كمية كبيرة من الصور وتعمل لهم نفس الاجراء، يعني كلهم مثلا تكبرهم، كلهم مثلا تعملهم ريسايز او كروب. فدي مثلا يكون عندك 500 صوره فترفعهم وهو يبدا ان هو يشتغل عليهم. فموقع ممتاز ان هو فيه شويه ادوات كتيره جدا، ان شاء الله يعجبك.